السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعاً. أهلا وسهلا بكم في قناة سعودي أوفرلاندر. معكم أخوكم فيصل القطب من المملكة العربية السعودية وبالتحديد جدة الجميلة. نورت قناتي طبعاً زي ما حضرتكم شايفين، هذه أول إبسود أو أول فيديو أصوره، وسامحوني إذا كان في تقصير. تعرفين يعني تصوير جوال وما عندنا أي نوع من البروفيشناليتي. إن شاء الله تطلع المادة لكم واضحة. أنا إن شاء الله في القناة هذه حابب أشارك وأدخل من أوسع الأبواب لعالم المغامرات. طبعا أنا محسوبكم زي ما بيقولوا، أعشق المغامرات، أعشق الكامبينج، سيارتي أوفرود، عندي دباب فرود، عشق التريل، تجهيزاتي بسيطة وما زال طور التحديث. زي ما انتم عارفين عندنا قلة في 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 منتجات الأوفرود خاصة في السعودية، بحكم انه احس المجال هذا لسه مجال جديد، الناس حابة ولكن ما هي قادرة، او حابة وكسلانة، فسامحونا يعني بعض الناس. أنا دخلت في المجال ده من فترة طويلة بدون أي تجهيزات، ولكن طبعا تجهيزات السلامة موجودة، سيارة موجودة، دخلت عالم الدبابات والحمد لله. أنا عضو في فريق جدة موتور كروس مع زملاء محترفين وناس جدد. طبعا هي مدرسة في نفس الوقت، هي مجموعة رياضية ممكن تكون اجتماعية إن شاء الله لاحقا، وبالإضافة إلى أنا عضو في مجموعة برق أو منظمة برق الإنقاذ. طبعا هذا شرف لي وتحية لهم الأعضاء جميعا، بالإضافة إلى إن شاء الله حيكون في دخول للعالم ده بشكل أكبر. طبعا عالم المغامرات وعالم السفر طريق البر والعالم الثاني أنا أسميه، اللي هو عالم جديد ما ندري عنه، نروح مناطق جديدة ما نعرف إيش ممكن نواجه، ما نعرف إيش ممكن نلاقي من تضاريس، من أجواء، من تقلبات جوية. طبعا هذه الرحلات تكون عادة لها تجهيز الخاص النفسي، مادي، أدوات، أدوات سلامة، أدوات معيشية. فالحمد لله يعني كبداية أعتبر نفسي طبعا مش الإكسبرت من جهة اقتناء الأدوات، ولكن مبدئيا عندي بيس لاين، عندي أساس لهذه البارت من الأدفنتشرز، من الفن تايم اللي بناخده منه. طبعا سامحوني المعلومات الجديدة بحكم انه هذه اول مرة اصور فيديو، وان شاء الله حيكون في تغطية عامة وخاصة ايضا لرحلاتي، وحنزل حلقة او حنزل فيديو عن الاشياء السابقة، او بالاحرى انا ايش الاكتيفيتيز اللي بكون involved in، ايش الادوات اللي عندي، ايش نوع السيارة اللي اسوقها، ايش الادوات اللي استخدمها. ويعطيكم ألف عافية، وأتمنى إن شاء الله المقطع ده ينال إعجابكم، يديكم تصور عام عن المراحل القادمة في التصوير وفي محتوى القناة. وبحكم أن أنا بشتغل أو عملت القناة هذه ومحتواها، وإن شاء الله مستقبلا إن شاء الله أكون في تيم، ولكن أنا الآن شغال سولو، فكل شيء حيكون على قدي زي ما بيقولوا. وشرفتونا والله يعطيكم العافية، ونشوفكم إن شاء الله في مقاطع تانية. طبعا هذه F-150 فورد F-150 2013، ما شاء الله تبارك الله. تجهيز مبدئيا تجهيز مش سوبر بروفيشنال. طبعا هي F-150 2013 ليميتد تريم، طبعا من توكيلات الجزيرة 2013، والحمد لله إلى الآن متواجدة معي إن شاء الله للأبد. طبعا
بشكل عام التجهيز الكوزماتيك او الخارجي زي ما انتم شايفين اشياء اساسيه في البر، زي مثلا عندكم الشروط الميثود 17، طبعا عندنا التايرز هانكوك ممكن تقول قياسه 315 70 17، طبعا هذا الماترين. طبعا الناس احيانا بيضايقوا من الماترين بحكم الصوت العالي اللي بيصير في المشي. ما شاء الله السياره ولا ايز ريتد، ما فيها اي مشكله من نوع من جهه الصوت. طبعا السياره ما شاء الله تبارك الله عليها فول اكزوست فلو ماستر. طبعا نسيت اقول لكم موضوع الانجين ان شاء الله نلحقين عليه. طبعا هذا الباج نتشرف طبعا نكون اعضاء في برك. اشياء بسيطه تيل لايتس، طبعا عندي البيت كفر من الجلد مش هارد بحكم انه ما بيعمل اي ازعاج وما بيسبب اي تقل في السياره. كفرات ميثود طبعا، ولا ننسى حنرجع طبعا للسسبنشن وحنرجع لكامل التفاصيل هذه. طبعا عندنا هنا يا طويل طويلين العمر صدام امامي ADD اوف رود. طبعا جماعه الاوف رود حيعرفوا ايش فائده الصدام هذا، الفرونت كليرنس في البر في الطعس هذا يفيد كثير. طبعا عندنا الاسطبات موريموتو من اجمل الاسطبات اللي في السوق، طبعا هذه كلها طلبات من خارج المملكه للاسف ما هي موجوده هنا، ولكن اللي موجود الافتر ماركت بيجي يعني هذا رايي الشخصي طبعا بيجي لو كواليتي. طبعا هذا بيجي داي LED داي لايت LED واشارات سترايب، طبعا ثلاث عدسات لو بيم هاي بيم موجود محل الاشاره، يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله ينال اعجابكم. طبعا ليد بار فليكس كيسي صغير ولكن حتشوفوا اضاءته كيف. وعندنا طبعا الفليكس كيسي ايرا هذا نازل في السوق جديد ان شاء الله نقدر. طبعا عندنا الفلود والسبوت بيم ويجي فيه امبر من الداخل، الامبر اللي هو اللمبه الصفراء ممكن تنبه السيارات اللي جايه في سياره ضوءها مختلف، ما ادري ايش المغزى ولكن انا اشوف انه مهم. طبعا عندنا الونش موجود استرالي طبعا تي جي ام معروف غني عن التعريف تقريبا 9500 باوندز، يعني ما يعادل 3.5 الى 4 طن. طيب خلصنا الكوزمتكس طبعا والفندرز للشبابيك، وعندنا طبعا انا اسميه البق بارير او اللي بيحمي من الحجر، ويعني نوع من انواع الحمايه لا اكثر ولا اقل. طبعا اغلى ما في السياره وعندي LED هنا فوق لايتس تفيد يعني لها فايدة. وهذه هي سيارتي، أتمنى تنال إعجابكم من برا من الكوزماتيك. ما شاء الله تبارك الله وذكر الله للجميع. طبعا عندي هذا الأنتينا الآيكون بس هذا من نبدأ في الأهم تجهيز السيارة للأوف رود أو لطرق الوعر. طبعا زي ما ذكرنا لكم السيارة عليها مثل 17 كفرات MT، عندنا طبعا الفوكس سبنشن 2.0 والأبر يسموه المقصات المقص العلوي من شركة كامبرك، طبعا فوكس أمامي. طبعا هذا ما هو ليفت كيت لأني أنا مش ناوي أرفع السيارة بزيادة، هذه عبارة عن ليفلينج كيت. طبعا هذه الخلفية إن شاء الله المشروع القادم في عندنا تغيير الصفائح التحميل الخلفية، حنركب أشياء إن شاء الله حنغطيها سوا. طبعا كلمناكم على موضوع الإنجين، السيارة 6.2 V8 411 طبعا موديل 2013 تقريبا هذا الاوتبوت حقه.
عليه فول انتيك وعليها اكزوست وطبعا اشياء خفيفه بري بروجرامينج ري مابينج الكمبيوتر واشياء خفيفه يعني. وهذا السياره من الخلف طبعا الان السياره غير مجهزه 100% اغلب القطع اللي فيها بورتبل تيتشال يعني اشياء البر الخيمه معدات الطبخ كل شيء يحتاج الواحد في الكام موجوده في الخارج بس يعني برا السياره. طبعا خلينا نشوف السياره من الداخل. هذه السياره من الداخل سامحوني اذا في كركب او شيء. اوكي طبعا السياره زي ما انتم شايفين F-150 ليميتد. السيارة فيها بعض الليكجوري ستاتشز طبعا موديل 2013 ما شاء الله. طيب الاسنشلز للأوفرود انا عن نفسي اهم حاجة للسيارة يكون صحة السيارة قوة السيارة الباور اوتبوت التورك الحمد لله كله تم العمل عليه على اكمل وجه. ما عندنا اكستريم ولكن عندنا المودرت اللي هو الميد رينج. طبعا زي ما قلنا لكم هذا الكي سي طبعا في البر انا بوجهه للخارج لانه عندي لايتس لقدام وعندي لايتس للجوارب ان شاء الله خلال الفتره القادمه عندي طلبيه للكي سي برو 6 ال 50 انش حيكون فوق لانه احتاج للمسافات الطويله. طيب عندنا كوادلوك من احسن شركات الاستراليه للفون هولدرز سواء للسيارة للدبابة. وإحنا غطيكم الدبابة اللي عندي طبعا عندنا هنا الكواد لوك وعندنا هنا الرام ماونت مع جميع اكسسواراته. طبعا هذا بلتف من أمريكا يتخرم هنا ويتركز على البلاستيك. طبعا البلاستيك هذا معظم السيارة الناس اللي عنده نفس سيارتي انا ماني شايف انه له فايده ولكن حطينا هذا سواء حطينا الجو برو حطينا الجي بي اس اتسترا. كل شيء تمام. عندنا الايكوم عندنا الاوفرلاندر طبعا هذا يتشال بورتبل اوفرلاندر هذا جارمن من افضل الجي بي اس اللي موجود في السوق الصراحه يعني بيعطيه خيارات عديده من ناحيه داخل المدينة خارج المدينة الخرائط من جميع أنواع التفاصيل موجودة نوع الخرائط اللايرز اللي تستخدمها كل شيء متوفر فيها. مين لي يعني طبعا عندي التلاجة من رماية تقريبا هذه تجي 8 لتر 10 لتر شيء زي كده. طبعا هذه أنا بستخدمها بشكل شخصي حاليا عندي تلاجة دوميتك إن شاء الله جاية تقريبا 26-30 لتر والله ناسي معلوماتي مش دقيقة لأنه لسه ما وصلتني. الثلاجة هذه تغنيني عن الإقلو. الإقلو موجود عندي طبعا إذا كانت في مبيت في رحلات طويلة. أنا غالبا رحلاتي بتكون شورت بحكم أنه الوقت يعني ما عندنا غير ويكنز إجازات رسمية بحكم أنا موظف وطبعا العائلة أولا دائما بعدين الوظيفة بعدين الواحد يشوف نفسه ويشوف كيف حياته. فالحمد لله مبدئيا يعني as a start الأشياء الثابتة في السيارة هذه هي طبعا لما أعمل planning للطلعة أو للتريل اللي أنا رايحه أو للأدفنشر اللي أنا رايحه طبعا السيارة فل بتكون عندي أشياء عندي الخيمة حقتي عندي الأونينج المظلة عندي التلاجة الإقلو كامل مطبخ سيفتي جير بلا 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 كل شيء يكون موجود الكاميرات كل شيء. فان شاء الله مشروع الجديد ان شاء الله يا رب وحتشوفوه معاي ان شاء الله. طبعا مشروع زي ده او تجهيز سياره من اللو للميد مكلف بشكل ما ولكن اذا عديت مرحله الوسط وبدات تخش في عالم ال ما نقول جودات كلها جودات ان شاء الله تمام وممتازه ولكن المراحل اللي هي الاكستريم اللي هي انت ما تحتاج تاخذ معك شيء انت شغل سيارتك تمشي. فبحكم انه هذه سيارتي مش ديلي يوز ولكن انا بستخدمها كديلي يوز ما في اي مشاكل ان
ان شاء الله خلال فترة الشهرين ثلاثة اللي جاية دي حتوصل طلبات كثيرة. تأخرت الطلبات، طالب كامب ورا خيمة اللي يسموها الروف تنت، وطالب الراك بيد راك والروف راك للسيارة عشان تركب أغراضك فيها، تانك الموية، كل أشياء الأسنشلز اللي حط ورا الجاكس اتسترا. في عندنا أشياء كثيرة موجودة، إن شاء الله حيكون بيننا وبينكم لقاء، يعني لقاءات كثيرة، وحنقعد نغطي كل تفاصيل مراحل التجهيز والأدفنتشرز اللي حيصير إن شاء الله. وبس يعني هذا مينلي بشكل عام نبدأ تعريفية عني وعن السيارة. يعني إذا في استفسارات تانية، في طبعا أنا الفيديو هذا مش بفهم الناس أو بقول للناس هذا الصح أو هذا الغلط، هذا شيء أنا اخترته بنفسي، أنا مقتنع فيه. طبعا في أحسن، دائما في أحسن، لو جبت الأحسن في أحسن. فالأشياء الأساسية موجودة، حنبدأ نبني على الأشياء الأساسية. سبحان الله، زي لما تبني واحد يبني بيت، يبني أساس ويبني طابق طابق. تحتاج بجت، نعم، one time budget، لأنه أنت ما بتجيب شيء وبيخلص. تهتم فيه، تخزنه كويس، حيدوم معك كتير إن شاء الله. وبحكم أنه إحنا منطقتنا موسمي، ولكن بالنسبة لي أنا ما عندي موسم، أنا صيف شتاء حر حر حر، مو في حر بارد بارد، يعني مناطق الشمالية ما شاء الله الجنوبية ما عندي أي مشكلة، في الحر درجة حرارة 60 أنا في البر ما عندي مشكلة. وإن شاء الله لا تغطية تانية لدبابي. طبعا دبابي زي ما قلت أنا متسابق وعضو في مجموعة جي ام اكس للدبابات البرية. طبعا احنا الدبابات البرية مش معناته ان احنا بننزل ونتسابق فقط، لا، ولكن احنا برضو لعلاقة في الأوفرود، احنا بنعمل تريل، بنطلع مناطق وعرة، مناطق بعيدة، فولي لودد، سيكوريتي ادريس، سيكوريتي جيرز، عندنا مدرسة، تعليم الأطفال، تعليم الناس الكبار، نحبب الناس في الرياضة هذه. وعندنا طبعا منطقتنا اللي نتمرن فيها مجهزة كاملة بكل نواحي السلامة وكل الشروط مطبقة. وفي نفس الوقت احنا في رحلاتنا لما نعمل كامبينج بناخذ دبابنا معانا مجهز، سسبنشن، كفرات، سيفتي، انجن، كل حاجة ان شاء الله لو تغطي عليه. طبعا دبابي رابتر، ياماها رابتر 700 2018، مجهز تجهيز بسيط، اسينشلز زي ما قلنا، اساسيات، كفرات جرافة، اشياء خفيفة زي كذا، صحة الدباب زي ما قلنا، الصحة في كل شيء ممتازة، اهم شيء الصحة، دبابك صحي، دبابك نظيف، تغيير الزيت في وقته، سيارتك نظيفة، ما يهم ايش الموديل، ما يهم ايش الفخامة اللي فيه، اهم شيء السيارة قوية تتحمل، عامل صيانتها في وقتها، تفهم سيارتك لا سمح الله قطعتك في منطقة نائية، ما حد يستنى احد يساعدك، ساعد نفسك، قم بواجبك. فأتمنى يكون الحلقة هذه أو الفيديو هذا أخذ نال إعجابكم ببساطته. وإن شاء الله عدة التصوير حتتغير، سامحوني إذا قلت شيء مبهم أو مش واضح، أول تصوير لي أو تاني تصوير لي، فبليز دون جدج، إن شاء الله من الأحسن للأحسن. حيكون لنا تغطيات إن شاء الله قادمة، حضيف زي ما اسميه رحلات قمت بيها قبل فترة اسبوعين ثلاثة، تصوير جو برو، تصوير دباب، اشياء مقتطفات، ممكن تديكم فكرة عن اللي انا بسويه او اللي انا بقوم به انا وسيارتي زي ما نقول. طبعا انا سولو، انا انسان احب اكون مع ناس، ولكن يمكن لسه الناس خايفة تخش المجال ده لانه تحتاج وقت، تحتاج افورت، تحتاج صفاء دهن، وتحتاج ماديات. فشوي شوي الواحد على بال ما يجهز، ما ينفع الواحد يجهز يخوض حاجة بدون ما يكون جاهز لها، مش فقط بالعدة ولكن من معلومات المنطقة اللي انت رايحها، الأرض اللي انت هتقعد فيها، نوع العدة اللي انت هتاخدها، هل تكفيك اليوم اثنين ثلاثة، هل انت رايح اليوم اثنين وثلاثة ولا رايح بس فقط 12 ساعة وراجع. فإن شاء الله لنا لقاء تاني، والله يعطيكم العافية،
ولا تنسوا الدعم إن شاء الله في هذه القناة، لايك سبسكرايب. طبعاً حتقولوا ما عندك، بعض الناس حيقولوا ما في محتوى إلى الآن، حيبدأ المحتوى واحدة واحدة. الله يعطيكم العافية.